أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. يبدو أن المزايدات التي يتبادلها الخصوم السياسيون بإعداد المحتجين على أبواب المنطقة الحكومية لم تكن كافية باعتقادهم، فهي لم تتمكن حتى الآن من حسم التفوق لصالح جهة على حساب الثانية، ولم تنفذ مطالب أي منهما، لذا تصاعدت معها الحرب الكلامية وتبادل التهم على صفحات التواصل، وبالإضافة إلى دعوة السيدة الصدر إلى مليونية واسعة يوم السبت. لا شك أن هذا التصعيد مقلق بشدة للبلاد، لكنه في الوقت نفسه قد يدفع الجميع بعد اليأس من جدوى التحدي إلى إنزال الأزمة من قمتها نحو وادي الحلول، والتي تسعى إليها قوى مختلفة ومن كل المكونات. وقد شهد الإقليم يوم الأحد الخطوة الأولى، فما هي نتائج جولة الزعيم الفتح في الإقليم، وما صحة وجود لقاء بينه وبين الصدر قد يحصل بعد مليونية السبت؟ ما موقف الكتل أو القوى السياسية الباقية مما يتم تداوله من حلول، لا سيما ما يخص قانون الانتخابات والمفوضية وبقاء الحكومة الحالية أو تبديلها؟ ما الحلول التي تم تقديمها للأزمة، وهل سيوافق عليها التيار وسط تصاعد الاتهامات المتبادلة مع التنسيقي ودعوة السيد للمليونية؟ ما موقف التيار من القضاء بعد جوابه أمس على دعوة السيد له لحل مجلس النواب؟ موضوعنا اليوم الصدر يدعو إلى مليونية، تصعيد في بغداد وسعي للحل في الإقليم، لكن دعونا نشاهد ما عده لنا الزميل محمد الكعبي. مرة أخرى القوى السياسية تجعل القضاء بوجه المدفع في حل القضايا السياسية، والقضاء يرد: لا نملك الصلاحية في حل البرلمان، والحل يكون في مجلس النواب حصراً، لتعود الكرة متدحرجة إلى أحضان الكتل السياسية. وبدأت خطوات المفاوضات. العامري من أربيل والصدر يصعد باحتجاجات مليونية يوم السبت القادم من ساحة التحرير إلى ساحة الاحتفالات. وما بين خطوة الصدر والعامري تفاؤل وتشاؤم، حيث أن زيارة العامري إلى أربيل وبحسب التسريبات كانت إيجابية إلى حد كبير لحل الأزمة، لكنها تحتاج إلى وقت طويل. وعلى وفق ما تم تداوله من معلومات، فإن مبادرة العامري تضمنت سحب ترشيح السوداني مقابل إنهاء حكومة الكاظمي، والموافقة على حل البرلمان مقابل تعديل قانون الانتخابات، وتغيير المفوضية مقابل حفظ تمثيل الصدريين فيها، واختيار شخصية توافقية تهيئ لانتخابات مبكرة بعد عام، وتوقيع وثيقة القبول بنتائج الانتخابات مهما كانت نتائجها. وذكرت هذه المعلومات أيضا قبول الصدر بلقاء العامري بعد التظاهرات المليونية، وقد تكون أربيل هي الوسيط لجمع العامري بالصدر في الحنانة. وفي ظل هذه المساعي لحل الأزمة، وزير الصدر لم تخلو صفحته على الفيسبوك من المنشورات خلال اليومين السابقين، وكانت شديدة اللهجة إلى قوى الإطار. تحدث عن من يدعون إن التظاهرات هي فرض للإرادات، ويذكر الإطار التنسيقي ببعض الأمور حسب ما كتب: من القائل بعد ما ننطيها، ومن شكل احتجاجات بعد ظهور نتائج الانتخابات، ومن شكل الثلث المعطل، ومن قصف أربيل والأنبار بالصواريخ، وقال أنتم ليس دولة قانون، وليس صادقون، وليس قاعدة عريضة، ولا تيارا واسعا، وإنكم تخوضون مع شعبكم معركة صراع الوجود، حسب قوله. في حين يرد عليه بليغ أبو قلل بأنك تستعير كلمات من البشير شو، لذا سأسميك وزير البشير. ويعود اليوم وزير الصدر يصف جزءا من الإطار بكاذبون، وبحسب الوزن والقافية فيها إشارة إلى كتلة صادقون، ويذكرهم أيضا ببعض الأمور، ومنها:
نحن لم نوافق على الاتفاقية الأمنية ولم نشارك في مجلس الحكم في حين كان كبيركم يصر على المشاركة، وطردنا الفاسدين وأنتم منهم، ولم نسرق مصفى بيرجي، وتخلينا عن 73 نائبا كي لا نتوافق مع فسادكم حسب تعبيره. وعدنان فيحان رئيس كتلة صادقون يرد بالقول عندما تأتيك المذمة من منافس، اعلم إنك أوجعته وأتعبته. وفي ظل معسكرية التهدئة والحوار بقيادة العامري والتصعيد بقيادة وزير الصدر، إلى أين نحن ذاهبون؟ هذا ما سيكشف بعد تظاهرة الصدر السبت المقبل. رحبوا معي بضيوفي كل من سيادة النائب نيسان الزائر عن محافظة ذي قار نائب مستقل، وأيضا السيد هاشم الكندي رئيس مركز النبأ للدراسات، وأيضا السيد حيدر الزيرجاوي عضو مركز القرار الاستراتيجي. أهلا وسهلا بكم ضيوفي، وأبدأ بسؤالي لك سيد حيدر، بما أن التيار الصدري والسيد مقتدى الصدر دعا إلى مظاهرات مليونية يوم السبت، هذه المظاهرة ربما تكون رد على الإطار بعد مظاهرات الإطار والاعتصامات أمام بوابات المنطقة الخضراء، شلون ممكن نفهم يعني هذه التظاهرات؟ البعض ترجم هذه التظاهرات بأنها ردة فعل عنيفة على الإطار، وهناك ربما يكون تصعيد أكبر وأكثر. تحياتي لستيفاء وإلى ضيفيك الكريمين وإلى جميع مشاهدي قناتكم الموقرة. طبعا المظاهرات ليست تحدي كما تقولون، لأن اليوم مظاهرة يوم السبت لكن رد على الإطار، لا ليست رد على مظاهراتهم أو اعتصاماتهم، لأنه مو بهذا الوزن أو بقياس إلها، وليست هناك ندية بين الشارعين والمظاهرة. أنا قبل شوي من جيتكم على أساس أجي على جسر المعلق، فشفت الخيم، مجموعة خيم حتى معتصمين ماكو، يعني اعتصام بلا معتصمين، وخيم بلا مخيمين، عدم وجود أي معتصم وأي يعني أعداد يعني بسيطة جدا، يعني خجولة وفقيرة. أنا من جيت شفت، يعني أنا هم من جيت شفت، جيت على اساس اجي على اليوم على المعلق، فما لقيت ماكو ناس عموما، بس هذا مو موضوعنا. لكن يوم السبت العنوان الابرز له هي مباهله بين فسطاط الاصلاح وبين فسطاط الذي لا يرغب بالاصلاح والذي متمسك بالاجراءات والعمليه السياسيه كما هي، صفقاتها بمحاصصاتها بعمالتها. فهذا اليوم السبت راح تكون مليونيه وفيها رساله كبيرة إلى الشعب العراقي، إلى القادة، إلى يعني الداخل والخارج. بين الإصلاح والطرف الثاني شو تسميه؟ الطرف اللي ضد الإصلاح، الطرف اللي متمسك بالأساليب اللي جرت عليها العملية السياسية من محاصصة وفساد. الكل مشترك بها؟ الكل، لكن على نسب متفاوتة. هنالك من أفسده، هنالك من دمره، هنالك من حرم العراق من حقوقه، هنالك من ساهم بالهيمنة على القرار السياسي والقرار الاقتصادي، ووصل البلد إلى ما وصل عليه. لكن الشيء المهم هو أنه اليوم نحن أمام تحدي كبير تواجهه القادة السياسيين، تواجهه المحكمة الاتحادية. المحكمة الاتحادية اليوم أمام على المحك، واليوم هي أمام الشعب العراقي كون تنظر بهذا القرار. خاف انه الاطار يردون ما يردون القرار يحسب الى التيار الصدري بخصوص حل البرلمان. اكو دعوه قضائيه رافعه بعض الشخصيات والاحزاب الناشئه بخصوص حل البرلمان، وهي قبل 3 اشهر، يعني ما زامنت وهاي، وهذه الدعوه ليست صدريه وليست من التيار، وموعدها ان شاء الله الاربعاء. وان شاء الله كلنا امل بالقضاء وبمهنته بان المحكمه الاتحاديه ستصحح تفسيراتها الخاطئة بافتعال الثلث المعطل وتحل البرلمان، وعندها سيجلس جميع الفرقاء. أنت تتحدث الصحح، يعني أكو الصحح، لا الثلث المعطل هو هذا الثلث مفتعل، لا أساس له من الدستور، مفتعل من قبل المحكمة الاتحادية باجتهادات ذكرها السيد فاق زيدان قبل 3 أشهر في لقائه على الشرقية. قال الكثير من قرارات المحكمة الاتحادية لا تستند إلى النصوص الدستورية بسبب غياب النصوص الواضحة والذي جعلها إلى اجتهاد. حتى هي ذكرت
بموضوع مال فتح باب الرئاسة الجمهورية. نعم. كتبت انها يجي لفتره وجيزه، وهي فتره وجيزه سئل المقدم قال له ايش قد يومين سنه سنتين قال له اي، فاذا المطالبه من المحكمه الاتحاديه هي اللي صادق على النتائج يعني بتصحيح موقفها امام الشعب العراقي. ننتقل الى سيد النائب، جايتنا من ذي قار، المدينه اللي احبها هوايه، محافظه الناصريه، اهلها وناسها العزيزين على قلبنا. اول شيء سياده النائب، انت اعلى اصوات حصلتي من النساء 28,000 صوت، يعني هذا شيء فخر لنا كنساء عراقيات، عندنا هيك نائبة مستقلة تحصل هذه الأصوات، لكن أكيد اليوم أريد دوركم أكبر في ظل هذه الأزمة اللي نعيشها. أنت كنت على امتداد واستقاليتي من حركة امتداد، شنو الأسباب اللي استقاليتي من حركة امتداد، وين ذاهبين أنتم المستقلين في ظل هذه الأزمة؟ أولا شاكرة للدعوة وسعيدة جدا بلقاء حضرتك. امتداد يعني كحركة جديدة كلنا جدد على مجال السياسة، فيصير خلاف بالرؤى، يعني إضافة إلى أنه إحنا بامتداد ماكو أفضلية لشخص على آخر، لأنه كلنا مساوين، كلنا جينا من ثورة، والحمد لله بفضل الشباب والثوار جبنا هذا النتائج، يعني أغلبنا بامتداد كلنا الأوائل، يعني أنا الأولى بالنساء، سادة داود أول على العراق بالرجال، وسادة على الركابي، والآخرين كلهم أوائل، وإذا مو أول على نص العراق فأول على دائرته. نعم. فكل هذا قلت لك بجهد الشباب، يعني ما كان عندنا مال سياسي ولا كان عندنا أحزاب تدعمنا ولا قوى إقليمية ولا أي شيء الحمد لله. نعم. فبس يصير خلاف بالرؤى، فلذلك عادي يعني ممكن انسحبت الحمد لله. نعم. لكن احنا على المبدأ نفس المبدأ، مبدأنا هو امتدادي، احنا نقول يعني احنا مجموعة انشقنا من امتداد، نقول مبدأنا امتدادي لانه احنا نفس الاهداف والمبادئ اللي جينا عليها احنا مستمرين عليها ان شاء الله. نعم. شنو اللي راح تسووه في ظل هذه الازمة؟ اليوم ازمة حقيقية يمر بها البلد، لكن ما شفنا منكم فد اصوات عالية او مقترحات او حلول تطرحوها بين الاطراف السياسية، يعني بالتحديد التيار والاطار، لحل الخلافات اللي موجودة. احنا مجموعة مستقلين، يعني احنا نواب اللي خمسة اللي كنا من منفصلين من امتداد ونواب اخرين مستقلين، اتفقنا انه يكون لنا مبادرة يعني مثل بقية المبادرات اللي صارت لحلحلة الامور لاجتماع القوى والتحاور، يعني جلسة حوار. نعم. كل يسمع من الطرف الاخر والمفروض نوصل الى حل، بالنهاية احنا لازم يعني تنحل الامور ونوصل الى نقطة مشتركة يشترك بها الجميع، لانه بالنهايه مصالح شعبنا. نعم. انتم معانا انتخابات مبكرة، فدعنا وكان مؤتمر. والله يا ستي انا يعني ما اشوف انه الانتخابات المبكره راح تغير من الواقع، ما راح تجيب شيء، ما راح تغير من الواقع، لانه بالنهايه والدليل ما راح تجيب شيء، نفس القانون أو نفس القانون بالضبط، نفس القانون نفس احسنتي بالضبط، اضافه الى انه السيد حيدر يعني. نعم. هو نفس القانون ونفس يعني ما اعتقد راح تكون الاعداد مختلفه، يعني ما راح يكون اكو واحد من الجهتين مثلا من الاطار او التيار يختلف، ما راح يختلف الوضع، يعني راح يكون الواقع خلي يزيد يعني شيء بسيط، لكن ما راح احد يجيب الثلثين، لانه احنا المفروض حتى تكون الاغلبيه المفروض كل واحد. نعم. سيد هاشم الكندي، يعني اليوم مثل ما سمعت السيد حيدر يقول لك يعني الاعتصامات والتظاهرات مع الاطار يعني هيك بس دعايه شكليه هذا اللي كان يقصده. يعني اليوم امام ازمه حقيقيه، اليوم امام يعني بصراحه تخبط في بعض القرارات للكتل والاحزاب السياسيه في ظل ظروف نعيشها صعبه جدا، ربما تاخذ البلد الى الهاويه اكثر ما نحن به. وين ذاهبين في ظل تعند الاطار التنسيقي على انعقاد جلسه مجلس النواب، على تشكيل حكومه جديده بديله عن حكومه الكاظمي، ايضا الطالبون بالحوار مع التيار الصدري؟ يعني تفضل سيد هاشم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ستيفاء، تحية إلى ضيوفك الأكارم، تحية إلى مشاهديكم وملاكاتكم. يعني لا تستقيم كلمة التعنت مع مفردة طلب الحوار. طلب الحوار ثابت عند الإطار بمراحل متعددة، وأيضا مسألة المطالبة بعقد الجلسة لم يكن بها ذاك الإلحاح، وهي استكمال للاستحقاقات الدستورية. لكن المشهد، مشهد التظاهرات، أولا بعيدا عن مسألة الأعداد، إذا كان التعامل مع عراقيين عندما يخرج عراقي واحد ليعبر على رأيه فهو محترم جيد،
وهذا الأمر لا بد أن لا ينظر له لا باستخفاف ولا باستحقار. نعم. بالنتيجة ويعبر عليه. قبل يوم الجمعة كان هنالك تظاهرتين رئيسيين. نعم. للتيار وللإطار. التيار داخل المنطقة الخضراء وانتم خارج المنطقة. وكانت هنالك تظاهرة ثالثة لما يسموا نفسهم بقوة التغيير وهم يسموا نفسهم القوى المدنية. كانت الأعداد قليلة جدا. ولكن رأيهم محترم، ما نقدر نقول هذول مو جزء من الشعب العراقي واكو خلفهم أيضا أعداد تمثل عليهم. نعم. لكن كل هذا المشهد هو خلاف سياسي. نعم. أنا أقول للطرفين الرئيسيين. نعم. واليوم إذا تحدث للطرفين يعني ما راح أتحدث لطرف واحد. الطرفين من مدرسة بامتدادات بشكل كامل وكبير الأغلب منهم الإطار والتيار هم من مدرسة الشهيد محمد باقر الصدر ومن مدرسة الشهيد محمد صادق الصدر. هذا لا خلاف عليه. الشهيد محمد باقر الصدر يقول أنا معك يا أخي السني، أنا معك يا أخي الشيعي بقدر ما أنت مع العراق. هذا أيضا متفق عليه بالجمع. والشهيد محمد صادق الصدر مع خصومه مع خصومه مع أعدائه لم يسمع منه إلا كلمة حبيبي. هذين المعيارين، هذين القدوتين، لماذا لا يكونان حاضران ويقتدى بهما في هذا الخلاف السياسي؟ اليوم احنا نسمع مع الخصم السياسي كلمة حبيبي، هل يليق بنا كعراقيين عبارات التنابز والتسقيط والتسقيط المتبادل؟ نعم. بالنتيجة اختلفنا سياسيا وهذا الخلاف السياسي موجود في كل العالم. لكن اليوم اكو تعند في الرأي سيد هاشم، يعني اكو موضوع مهم جدا. انا يعني هذا اللي اقوله، انا اقول ليش التعنت، ليش ما اقول تعنت، يعني يريد يشكل حكومه اغلبيه وطنيه وانتم تذهبون الى التوافقيه والطرف الاخر ما يقبل التوافقيه. اقول خلي اقول له حبيبي انا اريد حكومه اغلبيه وطنيه. نعم. خلي المقابل يقول لي حبيبي طرحك للحكومه الوطنيه الان ما مقبول. نعم. لاسباب كذا وكذا، هذا هو الاساس. ثم الان المطلب بمطالب متعدده، احنا عندنا تظاهرات منذ اكثر من 3 اسابيع. كان فيها تغيير دستور، كان فيها تغيير نظام سياسي، أصبحنا الآن مع حل البرلمان. من نطلب حل البرلمان؟ هل الإطار هو المسؤول عن حل البرلمان أو هو جزء من القوة السياسية الفاعلة والعاملة التي توافق أو لا توافق؟ نعم. بمعنى اليوم لكن أنتم ما توافقون. اسمحي لي. لا الإطار ما يوافق. لا يوافق الإطار. لا ما يوافق إلا بحكومة والعباس جديدة. لكن والعباسي يوافق. بس لا بها لكن تبديل. وقلش بالعباسي يوافق بها لكن تبديل حكومة. بس أنا أعرف بالعباس 3 مرات باعتبار الإطار يحلفون بالعباس. شلون يوافق؟ معلن. نعم. مثل ما قوة سياسية أخرى توافق. نعم. لكن الاختلاف على الآلية. نعم. بمعنى نعم. حاليا البرلمان من يقود البلد؟ نعم. منو يصرف موازنة؟ نعم. إلى الانتخابات اللي تقارب النصف مليار دولار. نعم. حكومة تسيير الأعمال قانونا ودستورا ما يجوز. زين. أسئلة مهمة. زين. إحنا نجي راح نحل البرلمان على نفس القانون لو قانون جديد. نعم. على نفس المفوضية لو مفوضية جديدة. إذا بقانون ومفوضية جديدة فهذه منو ينجزها؟ البرلمان لو غير شيء. نعم. زين. إذا نفسها. نعم. سوينا تغيرنا. نعم. ثم السؤال الأهم، إذا سوينا انتخابات حلينا البرلمان سوينا انتخابات، شنو يضمن باكر الإطار يطلع ويقول أريد حل البرلمان هاي النتائج ما تعجبني، يطلعون جماعة ابتداد الله يبارك بيهم إن شاء الله وينفخ بصورتهم وقالوا بطلنا مريد، يطلع الديمقراطي يطلع الاتحاد. لابد أن تكون الحلول والإصلاحات مغطاة بسقف القانون والدستور. نعم. ثم نعم. اليوم يعني حل يعني البرلمان عزيزتي، عزيزتي البرلمان مال الشيعة لو مال العراق؟ نعم. احنا نعم. من طالبنا الطرف الطرف المحترم نعم. اللي طالب بحل نعم. البرلمان نعم. اذهب الى شركائك في الوطن نعم. يا بتعالوا انتوا السنة موافقين نعم. اليوم الحلبوسي مثلا بما يمثله من عزم نعم. او تقدم نعم. على الاقل نعم.
يقبل الحلبوسي يحل البرلمان؟ هو شو ينتظر؟ زعامة سنية أعلى منصب رئيس البرلمان بعدين من حل البرلمان؟ لو يجي من ما يكون ما يحل البرلمان، ليش؟ هو ما يفكر على بهذا المنصب، هذا طرف سياسي رافض حل البرلمان. الأكراد بموقف معلن أيضا قالوا بأننا لا نحل البرلمان إلا بمقدمات. أنا أقول هذا الأمر أولا لا يحصر في الإطار، الإطار غير معرقل، الإطار يقول اتفقوا وطنيا وإحنا حاضرين، وهذا هو الأساس. وغير هذا كله بالتفاهم بالمقدمات بالنتائج، خلي تكون اللغة السائدة هي لغة حبيبي ولغة خلينا نشوف ولغة أنا معك ما دمت مع العراق. يعني اليوم تساؤلات مهمة جدا، تساؤلات تحدث بها مهمة جدا. يعني إذا نحل البرلمان بقانون القديم وفوضية القديمة بالحكومة حكومة تصريف الأعمال، يعني أكو خارطة وآلية عندكم لحل البرلمان؟ يعني شلون البرلمان يعني يحل بقرار إن شاء الله من المحكمة الدستورية، لأنه لم يعد برلمان خلينا نقول شرعي باعتبار هو قرار من المحكمة الاتحادية، لأنه صار حدثت عمليات قفز على المدد الدستورية وأكثر من مسوق قانون حكومة تصريف الأعمال. هو كان معترض على حكومة تدار نفس ما سوت الانتخابات هسه 6 نيسان قبل البرنامج كان عندنا حديث وياها، ذكرت أنه هي شقد علقت يمكن 6 بوسترات له رحم الله، قانون انتخابات خدم هاي الأصوات 6 نيسان وغيرها، فكانت دوائر صغيرة يعني تدعو على القانون القديم. سيد حيدر حتى على القانون القديم نبقى، ما بي مشكلة القانون القديم، هو بهذا طلب مشكلة بعد المفوضية القديمة الأخوة في التيار الصدري، لا المفوضية القديمة حتى نسجلها، الأخوة في التيار الصدري ما عندهم مشكلة بالقانون الانتخابات وبالمفوضية وبحكومة تصريف الأعمال اللي أدارت الانتخابات سابقا. أنا اليوم مني تجي تقول لي موافق بس تخلي لي لكن، بالمثل الشعبي مال خبزة لا تثلمين وباقة لا تفلين وكل الحد ما تشبعين، إذا أردنا نغير قانون انتخابات ونشكل حكومة ونسوي موازنة ونسوي كذا سنتين ثلاثة وإحنا ما نقدر سوينا انتخابات هاي وين؟ الشيء الثاني اليوم إحنا أمام ثورة الشعب وثورة أطلقوا على نفسهم الأخوة في التيار الصدري إنه هي ثورة عاشوراء. فهاي ثورة عاشوراء اليوم عندنا مجموعة من أشخاص منتفضين جاي يجي من البصرة واللي يجي من الناصرية واللي يجي من الكوت، هذا ما جاي يريد يغير جو. بس نقطة مهمة جاي على مود يغير نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا. يعني هسه أنا أفهم من كلامك سيد حيدر إنه نبقى بنفس المفوضية بنفس القانون بنفس الحكومة، لكن سيادة النائب تحدثت بكل صراحة قالت لك إذا رح نبقى بنفس الحكومة لا يصير عقد جديد. بس نقطة حتى نجاوب سيادة النائب، بس سيد هاشم يعني عندك اختلاف ربما مع قبل، لكن سيادة النائبة هي حل وسطي مستقلة، تقول لك إذا نبقى بنفس القانون نفس المفوضية ونفس الأشياء اللي تمت بها الانتخابات راح تبقى نفس الأعداد ونفس الوجوه تطلع من نفس الدوائر، شنو الفائدة بدل الانتخابات أو أجيب يعني أجيب يعني انتخابات جديدة أو أصوات جديدة، مو هم نفس الناس هم نفس النواب اللي راح يطلعون هنا، من راح يصير حل البرلمان ويصير انتخابات مبكرة؟ يجب أن يجلس الفرقاء بعدها على طاولة حوار بعد الانتخابات بعد حل البرلمان، لأن هاي وجهة نظري الشخصية. يصير عقد جديد، يعني ماكو رئاسة الجمهورية يا أستاذ هاشم حكر للاتحاد، يعني حتى إذا يحصل له مقعدين هم يريد رئاسة الجمهورية. هسه أخوه بالحزب الديمقراطي فاز بأعلى أصوات الأكراد أو الإقليم، ومع ذلك يصرون الاتحاد على أنه هي استحقاقهم. رئاسة الوزراء لحد دورة حيدر العبادي كان حزب الدعوة ينظر أنها هي استحقاقه. هاي الأعراف السابقة المحاصصات السابقة كلها تلغى. جواب سيادة النائب قال لك يعني راح تطلع نفس الوجوه، يعني الناس النهج راح يتغير. ليش يقول وإذا هسه أنا أنت حيدر مرشح على دائرة وحلينا البرلمان راح تطلع نفسك أنت بهاي الدائرة وهم ترجع للبرلمان؟ اللي يتغير أنه راح يتغير النهج. وليش سماحة السيد قال تغيير جذري يقصد به آليات والسياقات التي جرت فيها العملية السياسية. اليوم هو من قال تغيير جذري مو معناته بيان رقم واحد، اللي هم هذول المتظاهرين على بعد مرمى علينا. مو صحيح ولا فما يدور انقلاب ولا يدور بيان رقم واحد، وهو قادر على ذلك، لكنه لا يريد أن يدخل البلد بنفق مظلم ولا يريد يعيد مأساة الانقلابات والدموية والإجراءات. هو يريد جاي بمشروع إصلاح يصلح العملية السياسية من كل الأعراف السابقة. مع الأسف طبعا خصوصا التيار الصدري تحمل الكثير من الاتهامات، يعني وصلت مرحلة نقطة حتى يجاوبك سيادة يتغير النهج. أوكي يعني نهج النائب
نهج اللي تدار به العملية السياسية. نعم يعني خلاص. نعم هذا أيضا صفقة. النائب تفضل سيادة النائب يعني قلش إذا جبنا انتخابات جديدة ربما يتغير النهج نهج. النهج الذي جرت عليه العملية السياسية المحافظة تصير ثنائية الموالاة والمعارضة طبعا. الفائز يشكل حكومة بعد ماكو تفسيرات كل مرة الكتلة الأكبر والكتلة الأصغر. نعم خلي جوابك تفضل سيادة. هو أساسا هذا عرف يعني عرف سياسي مشوا عليه. ما له علاقة بالدستور. بالضبط هو ما له علاقه بالدستور فهو عرف سياسي لكن يعني كمحاصصه يعني الكتل السياسيه يعني متمسكه به متمسكه به كعرف مع انه هو يعني ما موجود هذا وهذا حقوق للمكونات يعني بصراحه نحن ما نقدر نلغي يعني الاكراد ولا السنه مشكلة. ولا المسيح إذن هو يمشي. ولا التركمان بما انه يعني احنا قبلناه من البدايه فهو نعم. يمشي المفروض يعني فلما هسه احنا احنا قبل الجو حكينا انه أنا شخصياً كنائب وكمواطن أسعى لتشكيل حكومة أياً كانت حتى تحل الأزمة اللي الواقع بها الناس لأنه مثلاً من قلة التخصيصات المالية من عدم يعني تشكيل حكومة حقيقية مو تصرف أعمال لأنه أكو أعمال معطلة لأنه الحكومة تصرف أعمال عدم إقرار موازنة كل هاي الناس متضررة بالنهاية منها فمن صارت حكومة أغلبية قلنا ماكو مشكلة تكون حكومة أغلبية خلي تمشي الأمور يعني فما عندنا اعتراض طالما هو دستوريا يعني ماكو بيه إشكال بس بعدين رجعنا للعرف قصدي على تشكيل حكومة أغلبية وطنية أنا أقصد هسه مثلا بس هسه نحن اليوم أنتوا وين الاعتراض على حل البرلمان يعني بعيدا عن عقد جلسة لأن الإطار يطلب عقد جلسة وبعد عقد الجلسة حل البرلمان سيتنا هو حل البرلمان بكل الأحوال للحل أو الحل بكل الحالتين لازم يعقد جلسة يعني أنتوا مع الجلسة هو هي لا بس أنتوا مع الجلسة ما أريد أعرف المستقبل إحنا مو أنتوا يعني أنا أحكي عن نفسي مثلا ما يخالف أما أكو أنا شخصيا يعني اللي أحكي عن نفسي أنا مع عقد جلسة ليش لأنه قلت لك إما الحل أو الحل إما حل يعني نطلع به للكل حل أنه تستمر الأوضاع البرلمان هذا أو حل البرلمان هو لازم يعقد جلسة لأنه دستوريا المفروض يكون يصوت على طلب من ثلث المجلس النواب مادة 69 بالضبط أو يطلب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية ويصير الحل بس بالنهاية لازم تنعقد جلسة ويصير تصويت نعم فالقصد أنه يعني فكرة يعني بس نقطة مهمة جدا سيادة النائب التيار الصدري يطلب حل البرلمان بدون جلسة وياه لو ضده إذا بالقرار محكمة الاتحادية. لا بس رأيي أنا. رأيي أنا أنه مع عقد جلسة. خلاص مع عقد جلسة. مع عقد جلسة. لا بس نقطة هسا أخلي الجلسة. أنت هذا مو اجتهاد هذا قانون ودستور المحكمة الاتحادية. ليش ما أنتم تذهبون مع طلب التيار الصدري وتحلون البرلمان وتذهبون إلى الانتخابات إذا أنتم واثقين من جمهوركم وتقولون مطلعين 1,800,000 صوت طلعتوا ما أعرف إيش قد طلع لي طار 1,800,000 سبعين مليون ومئتين إيه لا يعني طلع 2,300,000 2,300,000 يعني شنو الإشكالية أذهب إلى الانتخابات والله ماكو إشكالية ولهذا ليش هذا حلفت لك بالعباس 3 مرات اقول لك الاطار ما مانعين وانا الان انقل لكن اقول احنا مو الاخ يطالب يقول نعم. يقول المحكمه تحل اذا حلت اذا قالت اجراء المحكمه البارحه قالت لا قالت مجلس القضاء قال عزيزي محكمه الاتحاد ومجلس تختلف القضاء تختلف تختلف مجلس القضاء يختلف هسه تختلف هسه تختلف نعم. يلا انا اقول البرلمان اذا حلينا نعم واعود الى نفس السؤال نعم. هل هذا الامر خاص بالاطار على مود نسال الاطار نقول لهم يا بتو عطلتونا الاكراد موافقين على حل البرلمان مو هاي تساؤل قال لك موافقين يا عزيزي استمام موافقين الاكراد والسنه يا لا الاكراد موافقين نعم واللي حبوس موافق بشرطها نعم. وشرط باللكن نعم هذا كلام نعم ولكن لا الديمقراطي نعم. قالوا نتفق على النتائج كون ترضون بالنتائج مو طلعوا لنا خيام وسيارات وهاي وهذا سؤال وانا ذكرته وانا اقول احنا عندنا انتخابات مبكرة لازلنا فيها اللي حصل شنو اللي حصل انه النهج اللي يتحدث عليه الاستاذ نعم ذهبت الكتلة الصدرية الى تغيير النهج وقالوا نريد نشكل حكومة اغلبية تعال الفائز الاول من الاكراد تعال الفائز الاول من السنة تعال نشكل الطرف الاخر قال هذا الطرح ما يقبل ما مقبول عندي وانا اشوف ما تعلنوه خلاف الواقع
ذهب إلى المعارضة الديمقراطية، شكل الثلث الضامن أو المعطل. نعم. ما ذهب إلى شيء غير قانوني وغير دستوري. إلى أن وصلت الأمور إلى 8 أشهر وأكثر، بعدين صار قرار السيد مقتدى الصدر بعد أن وجد بأن هذا الأمر لن يمضي. نعم. إلى أن يسحب نوابه من الكتل من الكتلة الصدرية من السلطة التشريعية فقط، يعني انسحبوا الأخوة الصدريين من السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية موجودين. زين. موجودين بالتنفيذية. ما هو قول سيد مقتدى الصدر الذي احترمه وشكره كل العراقيين عليه، أنه أنا انسحب بنواب 73 وحالة جديدة، هذا راح يكون هدية للعراقيين أنه اذهبوا شكلوا حكومة. نعم. وين هذا الحكي؟ بالبيان نفسه، ببيان سحب النواب. ما قالها هسه راح تتاكدون المشاهدين قدامنا. نعم. قال هديه للعراقيين، هديه للعراقيين مو للاطار. نعم. يا عزيزي. نعم. الان الكتله اللي صارت اكبر، اسمح لي يا عزيزي، اسمح لي يا عزيزي، اهديه للاطار فعلا. احنا الان بس نوضح حقيقه. نعم. للمشاهد الراي العام، والاساس خلي يكون. نعم. عنواننا الاساسي كعراقيين جميعا بكلمه حبيبي. الان من انسحبت الكتله الصدريه طبيعي منه الكتله راح تكون اكبر. نعم. من الكتله الاكبر الامتداد مثلا. نعم. منو مع الكتله الاكبر؟ هم الاطار، يعني سيد مقتدى مثلا ما يعرف حاشاه من هي الكتله الاكبر اللي راح تشكل الحكومه. نعم. ثانيا هذا الامر مضى عليه شهران، جيد، من الانسحاب الى الاعتراض. نعم. الاعتراض اللي صار شنو هي مقدمات الاعتراض؟ لم يكن الا متغير واحد، ما كان يراهن عليه بأن الإطار سيتفتت، ما موحدين راح يختلفون بيناتهم، ما يقدمون إلا واحد إلا المالكي أو واحد كذا أو واحد فاشل. قدموا شخص اللي هو محمد الشياع السوداني. نعم. هذا الشخص مدح من التيار قبل غيرهم، ومن مدح السيد جعفر محمد باقر الصدر. نعم. اللي هو مرشح الكتلة الصدرية لرئاسة الوزراء. نعم. جيد. والأخوة أيضا في التيار لم يقولوا بعيب أو إشكالية على محمد الشياع السوداني، وإن كان أكو إجراءات أبسط اعتراض، اكو رسائل سياسيه، اكو حوارات. نعم. نعم. اكو لقاءات. نعم. لازم تجاوب. لا لا لازم يعني خلنا نقول عنده اعتراضات على بعض الشارع. الشارع الشارع خيار ديمقراطي وحق للكتل السياسيه. نعم. بس خلي جاوب. ولكنه. نعم. خيار، اسمحي لي من خلي. نعم. ولكنه خيار لا يضبط، ننزل الناس بعواطفها وعواطفها محترمه. ما أفضت أنت تظاهرات إلى يعني شيء؟ يعني أنت تتحدث عن ندم التيار الصدري على الانسحاب؟ أنا ما قلت ندم. أقول يعني قلت هذه الهدية مقتدى الصدر أعطاه هدية، والهدية للشعب. الهدية لك السيد حيدر، الهدية للشعب، الهدية للشعب العراقي التي لم يحسن الإطار استقبالها أو الانتفاع بها. أقول لهم يا حبيبي ترى أنتوا ما استخدمتوا الهدية زين، هديتي ما استخدمتوها زين. حبيبي غير مرشحك، حبيبي عوف نصك فلان وفلان ما يريده يشترك. نعم. ما أحب يشترك. هسه تقبلني بخاطر، تقبلني إخوانية. لا. تحدثني قانون ودستور. تفضل سيد حيدر. يعني أجاوب. أنا بالنسبة لي حلوة لغة حبيبي من أستاذ هاشم. نعم. أنا أريد أقول لك حبيبي السيد مقتدى الصدر 73 مقعد هديه وتضحيه للشعب العراقي وليس. نعم. غريبه بس يقول لك يعني الاطار يطلع لا لا يعني الاطار اللي ياخذها من شكلت الحكومه. طبعا هو حتى السيد محمد سيد جعفر الصدر. نعم. لم يمدح الشيعة السوداني، لكن هو اكو جروب مال واتساب كتب بالتوفيق ما ادري شنو اعتبروها مدح. لا 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 نزل تغريده قال اهل وكفوا. خليني اكون وياك دقيقه. لا لا بجروب مال واتساب. نعم. انا اللي شفتها مصورينها له. عموما بغض النظر تغريده. نعم. تغريده حبيبي، تغريده اهل وكفوا. يعني بغض النظر من انسحب سماحه السيد والتيار الصدري من البرلمان، ارسل 3 رسائل الى الاطار التنسيقي. أولها أنا أقول لكم أولها. أولاً من حدثة حادثة التسريبات. نعم. التسريبات من طلعت طبعاً وما تضمنته من مشروع تدمير يهدف إلى الفتك بالأمن القومي العراقي. نعم. وفيها لغة وهي أساءت إلى الإطار. نعم. أكثر ما أساءت. نعم. إلى التيار، لأنه اتهمت الحشد بأمة الجبناء وهم أرفع من هذا القول. ثانية. هذه بس خل أكمل ستة. نعم. هيفاء، هذه اللي ظهر بالتسريبات هذا عارض جديد. نعم. هذا سوى ردة فعل عند. نعم. التيار الصدري بأنه هذا الكلام وهذا المنطق وهذا المشروع. نعم. يجب أن يتوقف
ويجب أن تتم مراجعته من قبل الإطار. الإطار اكتفوا والتزموا الصمت، وكأنما اللي يفهم هالمقابل أنها تبني لهذا الفكر وأنهم متمسكون بهذا الرأي وبما ذكر بالتسريبات. لم يتم الإشارة إليه بأي كلام أو بيان أو ردة فعل أو استنكار، مع العلم ونفس السيد المالكي من وردت إساءة للحشد نزل بيان قال إنه هذا الحشد حشد الأبطال والكذا، لكن الكلام السابق ما رد عليه. نعم نعم، هاي الرسالة الأولى اللي وصلت للتيار الصدري بعد الانسحاب. الرسالة الثانية اللي وصلت إنه صلاة الجمعة المليونية اللي صارت بشارع الفلاح كانت حضروا تقريبا مليون اللي حسبوها بالمساحة والعدا 10 كيلومتر كذا، مليون معناته إنه الشعب العراقي موجود وهذه الشريحة يجب أن لا تهمش وهذولا موجودين. الرسالة الثانية يا سيدتي الكريمة، الثالثة كانت وزير القائد لما نشر الصورة مع السوداني وصافح ظله، فهي الإشارة على أنه أنا ما موافق على هذا الموضوع. ليش؟ أنا من تركت لك الساحة تركت هدية للشعب العراقي وضحيت، أنت كنت رافع مبادرة للمستقلين، قلت المستقلين وست نيسان يمكن تأيدني، تعالوا شكلوا حكومة. سيد مقتدى راد يشكل حكومة ما خلوه، راح معارض طهم 40 يوم، أنتم شكلوا حكومة ما قبلوا، سووا طرفين اتفقوا لنا مستقلين، بما أن الأوضاع رايحة للمستقلين انسحب سماحة السيد. مجرد ما انسحب سماحة السيد حتى المستقلين، النائب حسين عرب نزل اعتراض قال أنتم مو معدينا وكذا، ورادوا النائب الأول وما انطول عموما. اللي صار بعدين أنه لم تراعى ذوق ومشروع سماحة السيد. سماحة السيد ليس ضد الشخص، يعني اليوم الشيوعي السوداني لو مغيرينها بألف واحد ما يوافق عليه سماحة السيد. ليش ما يوافق عليه؟ لأنه مختلف مع المنظومة، مع السيستم، يعني مع بعد ما شاهدنا يعني وزير القائد من يتحدث يعني لا خل الحكمة ولا خل، لا هاي سبب جديد. أنا جبت لك أسعد جديدة، سبب جديد بعد هي يعني تزعل على الكل. نعم. الحكمة صادقون يعني بالأسماء. نعم. يعني لكنه يعني وصفهم بأوصاف يعني وفق وجهة نظر اليوم كمراقب للشأن السياسي. اليوم شنو الخلاف مع عمار الحكيم؟ لا عمار خصني يعني مع السيد عمار الحكيم، صار خلافات كانت بالسابق الخلافات حصريا ويا مع السيد المالكي، اليوم ويا السيد بسبب عمار موقف سماحة السيد عمار الحكيم الله يحفظه من المظاهرات والاحتجاجات وما قاله في مقاله في مقابلته في البي بي سي. وتصعيده وتحريضه على المتظاهرين، اعتبروه تحريض على المتظاهرين وموقفه التصعيدي ومشاركة عموما. أنا على مود لا تروح من عند الفكرة. بخصوص انسحاب سماحة السيد، لو رايحين الإطار على مبادراتهم ومتمسكين بيها ومتخذين نهج سماحة السيد اللي قال به أنه موالاة ومعارضة، أبعدوا المحاصصة، أبعدوا الصفقة، هم متمسكين بالتوافق. لكن أشار زميلك، أشار زميلي الأستاذ هاشم، يعني بصراحة خلينا نتحدث منطق. يعني يقول لك نحن صرنا الإطار الكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان. أنتم من عفتوا الساحة غير نحن الكتلة الأكبر نشكل حكومة. نعم أنا أجلس ما لا حتى تجاوبوا على لا بس ما أنا بتوقع باعي، أنا بتوقع إن الإطار ما راح يجيبون مهاتير محمد ويخلونه يبنوا ويعمر. حتى بالمساحة الصوتية إذا سمعت أستاذ هاشم الشيخ قيس الخزعلي، يعني اللي ذكره بكلامه تذكره لو راسه هاشم ساعة كاملة كانت بتويتر، أنا استمعت له ما حسيت أكو فد نفس بنائي تقدمي. سأله على قضية خميس المالك الجماعة تسمع قيس الخزعلي لمدة ساعة. لا 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 مو إحنا مراقبين للشأن السياسي لازم نتابع المقالات وكذا. فسمعت الشيخ كان كلامه كله عبارة عن إنه هذا رئيس الوزراء راح يديرونه الأعضاء قادة الإطار التنسيقي حتى لا ينفرد به أحد، وإحنا راح نعطي التعليمات وكذا. سألوه على موقف التيار الصدري، قالوا له أنت هسه اليوم رشحت الشيعي السوداني، شنو موقفه؟ قال والله إحنا التيار الصدري انسحب، وبما أنه انسحب إحنا نتوقع بما أنه ضحى شلون كلام فما راح يعترض. يعني موقف كان اعتبروه التيار الصدري بهاي الطريقة بهاي الآلية، استخفاف بوجودهم، استخفاف بمشروعهم، استخفاف بالطريقة التي أريد أن تشكيل حكومة مثل السابقات. شوفوا هسه تجبتيها، يعني كل مشكلة لازم يرسقونها بالتيار الصدري. البارحة أحد النواب ما أريد أذكر اسمه، بس نقطة مهمة جدا حتى أجاوبك، يعني أنت تحدثت هواي لكن أنا أجاوبك على البيانات اللي طلعت من الإطار. أنطوا الصلاحيات الكاملة لمحمد الشياع السوداني في إدارة الدولة وإدارة الحكومة ويعني اختيار الوزراء، هذا ما تحدثوا بالإطار في بيان يعني كلنا شاهدناه أيضا. يعني نعم ست هيفاء، أولا حتى من انسحابات من انسحاب التيار الصدري
الطريقة اللي شكلت بها الحكومة، حتى الشاعر السوداني حجم التنازلات اللي قدمها لقادة الإطار التنسيقي لم يقدمها رئيس وزراء بتاريخ قدم العالم. قدم كل التنازل وقع على كل البيع. شنو هاي سليم الحسني؟ نعم سليم الحسن ومن قالهم واحد من حزب الدعوة ايش قال؟ قال استاذ هاشم مرخص ايش قال؟ قال لهم واحدة من الامور قال لهم انا ابن عشائر ما بيعكم. يلا جاوبني احسنيت وتفضلت. لا قال لك ابن عشائر ما بيعكم، يعني قال لهم انا وياكم بايدكم من هاي لهاي. هذا احنا بنتحدث ونتحدث عن مواقف معلنة، اما بالحديث بالسياسة وبناء بلد وتحديات وناس نازلة للشارع ما نتحدث لا على التأويلات ولا نتحدث على امور غير واقعية. ما ذكرت وتفضلت حضرتك من الرسائل الثلاثة، أولا التسريبات رفضت ونفيت. أنت تاهمني نزل التسريبات اللي سربها منافق عدو للشعب العراقي اللي سرب التسريبات وطلعها أصلا يتكلم على سيد مقتدى الصدر بهذا العنوان وبأكثر. فأقول أنا يعني أقول أنت متهم. ليش ما أدنتوا عزيزي؟ عزيزي عزيزي أدنتم لو ما أدانوها وربوها كل الإطار. نعم المالكي وغير المالكي ليش ما نكرها؟ لا عزيزتي نكرها هي مواقف ما صار لنا أسبوعين. قال مفبركة ما قال ما نكرها عزيزي. قال مفبركة يعني مفبركة يعني ما استنكرها. يعني اقول لك انا اليوم هيك حاجه اقول انا وجهه نظري مو هاي هذا سيد مقتدى الصدر اللي قام يكون تجميع خاطئ يعني وصارت يا استاذ حيد استغل قال مفبركه بس ما نكرها. واحد من المحبين يقول له حبيبي مالكي سب وسب التسريبات وحتى نخلص. انا اقول احنا ليش نبني مواقف على امور افتراضيه؟ وإحنا أولاً ما كنا بعيدين، لكن قال لك السيد الشيخ قيس القزعلي تحدث ساعة قال لك نحن الإطار ندير السيد محمد الشاعر السوداني إحنا قادة الإطار وهذا ما خلى التيار الصدري يمتعض من تشكيل الحكومة. ستيفاء يعني الآلية قلت مو الكلام. شركاء سنة وأكراد نعم يجون يتفقون ويا حكومة مع المستقلين منو رئيسها منو ضمانها هم طرحوا مبادرة. عزيزي عزيزي نعم الكلام شكل والواقع السياسي انت ياك نائب مستقل ستني ساعة موطوكم يا عزيزي وقال لكم النائب الأول النواب المستقلين اللي منهم السيدة ما اتفقوا ما فيما بينهم لأنه اختلف النهج صح صار اختلاف اللي إجا صار عليهم رئيس وقال راح أطب التوك توك طب التوك توك طلع بغير وضعية بعدين هو نائب مستقل انا صدقت بس خليني مو اقول 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 ما بقى بذا الاستقلاليه مالته انتهت لان راح حابه بالخطاب وبالتواجد وبالمواقف طرف سياسي على حساب اخر. جيد هي لازم يكون له موقف سياسي. جيد 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 هسال كل جيد. انا اقول اليوم طرف سياسي هو يتولى بتشكيل حكومه. نعم. ثانيا هو الاعتراض على حكومه لم تتشكل لا على شخصيه قال لك لا 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 على النهج. النهج يعني النهج شنو؟ لا لا انت شلون تعرف نهج السيد محمد الشيعي السوداني راح يكون نهجه في تشكيل الحكومه مطابق لنهج القيادات اللي انتم رافضينها بسبب المبدا التي يعني انتم ما مجربين يعني جيت مرخص خلينا نجاوب على النهج. شنو النهج؟ الاخوه في الكتله الصدريه اجوا يشكلون حكومه اغلبيه، كل الأكراد مقبولين اللي يجي هلبي، كل السنة مقبولين اللي يجي هلبي، الشيعة الإطار كلكم مرفوضين. جيد بعد فترة مما صار وصار أنه النصاب القانوني 220 قالوا لهم تعالوا نص اللي يجي من عندكم هلبي خير وشريف والما يجي ترى أنت فاسد. هذا شعار الفاسدين موجود. بعدين راحوا للمستقلين قالوا لهم توحدوا. هذا خطاب بتغريده رسمي بس نجاوب النائب ما معقول النائب وقالوا لهم تعالوا المستقلين توحدوا تعالوا ندخل لكم حصه من الحكومه. فهو نفسه الان محمد الشاعر السوداني ايش راح يسوي؟ هم قالوا الاطار خلينا ناخذ الاطار الاكراد الكل تعالوا بعد هو ما قصص كتله صدريه بل مع الانسحاب لو ارادوا ان ياتوا بحصه ال 73 او بغيرها فهم على محمد. انتم يعني خلينا نتحدث بكل صراحه موافقين على شخصيه السيد محمد الشيعي السوداني؟ عندكم اعتراض؟ عندكم اعتراض على المنهج؟ عندكم اعتراض على الاليه؟ يعني خلينا انا اول شيء من احكي مثل نفسي ما يخالف بس يعني انت مستقله انا اللي تمثلين شريحه واسعه من الناس اللي حبوا يدخلون المستقل قبة البرلمان ويمكن صوتك مؤثر أكثر من الجميع.
يعني كل الأحوال أنا قلت أنه إحنا كلنا ساعين لتشكيل حكومة أيا كانت حقيقة. نعم. قلت لك أنا من كان التيار رادوا يشكلون حكومة إحنا كنا وياهم. نعم. لما الإطار يعرضون ويردون يشكلون حكومة إحنا وياهم مع تشكيل الحكومة أيا كانت حتى يعني تمشي أمور الناس. تأخذون دوركم الرقابي والتشريعي. أكيد مفروض يعني لأنه نعم. حس كل شيء معطل يعني الرقابي معطل التنفيذي أيضا بجزء معطل لأنه الحكومة تصرف أعمال. فيعني إذا التعطيل وين راح يصير؟ مو براتبي ولا لكن بأمور الناس يعني. نعم. إحنا اليوم كنا الصبح بالدائرة الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية كانوا مجموعة شباب يطالبون يطالبون حتى مو لنفسهم يعني لناس آخرين والوجبة الثامنة اللي هي من. نعم. 2016 ماكو فلوس تكفي للناس التعبان الوضع تعبان مطلقات وأرامل وعوائل متعففة. نعم. عوائل يعني فعلا. نعم. شلون حضرتك ذكرتي هذا الشخص اللي بيت صفيح وبيت تجاوز أسوأ وضع حال تعالوا شوفوه بالناصرية. نعم. جاي نطالب إلهم ماكو فلوس تخصيصات مالية ما عندهم. نعم. ليش؟ لأنهم موازنة ماكو يا موازنة ماكو يعني إذا إحنا أنا أحكي عن أمور الناس أنا. نعم. أحكي عن تشكيل حكومة قلت لك أيا كان على حسب قول. نعم. سابقا أنه لابد من قائد بر أو فاجر. نعم. إحنا نريد حكومة وإحنا نراقبها أيا. نعم. كانت إحنا. نعم. راح نأخذ دورنا الرقابة يعني ما عندكم مشكلة على حكومة السيد محمد الشيعي السوداني أنا شخصيا ما عندي مشكلة ما أيا كان مو. نعم. محمد الشيعي. نعم. أيا كان. نعم. غيره يقدم التيار أو يقدم الإطار أو يقدم أي حكومة وإذا بقى السيد الكاظمي أنا يعني شخصيا اللي تحكين له لا لا أنت كنائبة حكومة تصرف أعمال يعني لازم تتبدل كامل الصلاحيات لا لا بس اسمعي تتبدل المفروض يعني المفروض تصير حكومة هسه زين يعني المفروض تصير حكومة جديدة بس الكاظمي كامل الصلاحية يعني حتى تصل الفكرة أنا اللي أريد موازنة كاظم الكاظمي عفوا قادر أن يقر موازنة تقبل هذا اللي أريد موازنة. نعم. الكاظمي أو غيره ما عندي مشكلة. نعم. هسه سيد حيدر يعني هسه المفروض لا هو من يقول لا بس نقطة سيد هاشم لا البرلمان ينحل من يقول سيد هاشم الله يخليه خلينا بس النقطة المهمة جدا أنتم تضغطون على الإطار التنسيقي حتى يرشحون السيد الكاظمي ويبقى السيد الكاظمي يعني ويمكن الكاظمي سيد مقبول عند التيار الصدري لا مو هذا مو هذا السبب ما مو مو صحيح بس انا رد على لا مو صحيح ليش يعني عودوا يريد يمددون للكاظم وكذا خب كان بالبرلمان يقدر يجمع كتله ويسوي ويخولون ويخولون السلطه وتستمر الامور وتمشي يعني لا لا مشكله تلف معطل شلون تقدر يعني باي طريقه طريقه سياسيه طريقه توافقيه ويخلون الكاظم هو يستمر حتى يجون يتوافقون وياهم وما رادوا التوافق عموما نعم يعني ما عندكم اعتراض على تبديل حكومه السيد الكاظمي هسه هذا مو رايي انا لا مو انا عاد احكي لك هسه اريد رايك عندك التيار الصدري يريد حل البرلمان ويريد انتخابات نقطه ومع حكومة الكاظمي بهذه الحكومه نعم. لان من تغير حكومه يرادك فد 10 سنين بس يقول لك شلون الميزانيه الميزانيه اصرفها حكومه تصريف الاعمال وحتى نخلص هذا الموضوع نعم نعم بالنسبة للتيار الصدري والكتلة الصدرية نعم. قبل لا ينسحبون اهتموا بهذا الجانب الجانب نعم. المعيشي والاقتصادي نعم. وكذلك جانب التطبيع كان خطر نعم. يهدد الشعب العراقي أنه التطبيع نعم. وقالوا حتى محضرين سفير وكذا فاشتغل على نقطتين النقطة الأولى تشريع قانون تجريم التطبيع والنقطة الثانية اللي هي كانت الأمن الغذائي الأمن الغذائي عرف أنه هو وين ماشي بالاتجاه لا عرف أنه هو سائر بانسداد سياسي لا راح يصير موازنة فراد يحافظ على حقوق الناس ويريد يحافظ على مصالحهم سوى الأمن الغذائي غير كافي راح يمشي بغض النظر شهرين بس ما راح بغض النظر اللي أنه هاي فترة ما كافي يعني ما كافي ما كافي يسد حاجة الدولة أما أنه الموازنة طبعا هو حتى الأمن الغذائي الأخوة في الإطار وضعوا العصا في هذه العجلة وعطلوه لكن لولا موقف سماحة السيد وكذا وغيروا صيغة القانون كان قادم من الحكومة رجعنا وصار قادم من اللجنة المالية وسووا أرادوا يسوون قانون موازنة أيضا أول من رفضوا كانوا أيضا الإطار قالوا هاي حكومة تصريف أعمال وكذا إلى آخره أنا عندما يكون هنالك مصالح للناس وقوتهم يجب أن لا تسيس هذا الملف لأنه ملف مهم للشعب العراقي اليوم سعر البرميل وصل لل 120 ولا زال العراقيون يرزحون تحت الضغط الله يخليك سيد حيدر بعيدا عن كل شيء إذا هسه نذهب إلى انتخابات مبكرة إيش قد نحتاج حتى نجري هاي الانتخابات يعني بنفس القانون بنفس المفوضية بنفس الحكومة أريد تحدد لي سقف زمني حتى نجري هذه الانتخابات يعني بصراحة يعني المواطن أيضا يسأل يعني بشهر شهرين وفق قناعتي الشخصية يعني 3 أشهر كلش كافي 3 أشهر إعلان انتخابات نعم. ومن ضمنها يجهزون ويرتبون لا يعني المفوضية قادرة بثلاث أشهر تجهز
ثلاث اشهر يعني باقصى حد كامله والأحزاب كلها اجراءاتها كامله وهي اجرت انتخابات الارقام نفسها يعني الامور الفنيه مع المفاوضيه الامور جاهزة. الفنيه لا ماك ما متحدثين ولا شيء يعني انا جاي احكي وجهه نظري كمراقب بالشان السياسي انه هؤلاء المفوضيه قادر على اجراء الانتخابات بثلاث اشهر انا ارجع للاستاذ هاشم يقول انه التيار الصدر رفض كل شيء عليها بالعكس اول زياره الى سماحه السيد الى سماحه السيد عمار الحكيم قال له أنت وياي وشريك قال له أنا ما عندي مقاعد قال له 30 مقعد إلك وتعتبرهن إلك وحكاهن إلي بطريقة خاصة سربوها هم اللي الأخوة في الحكمة قالوا أهدانا 30 مقعد وإحنا رفضنا وكذا وذهبوا بهذا الرقم وابتزوا به قادة الإطار وقالوا لهم إحنا سيد مقتدى عرضنا 30 مقعد وما رحنا وياكم فصاروا جزء من الإطار الأخوة في الحكمة تزوا الإطار التنسيقي وصاروا وياهم باعتبار أنه جانا عرض عفواً أولاً الحكمة جزء من الإطار لا قبل لم يكونوا جزء من الإطار عندما ذهبوا إليه السيد عزيزي حبيبي بس وقف للسادة للتأكيد لا واقف لك بس بعلي أنا واقف وياك مو واقف لك واقف لك بالخير إن شاء الله أولاً الحكمة جزء من الإطار والحكمة من أول الأطراف في الإطار الذي قال أنه لن يشترك في الحكومة القادمة ولكنه مؤيد لها فكيف يبتز وهذا موقف زئبقي موقف زئبقي تدري ليش؟ أنت ما تشترك بالحكومة وأنت باللجنة اللي عينت إشياء السودان هذا الموقف استواجية عموما عزيزي سيد حيدر بس دقيقة الله يخليك سيد حيدر يعني أنت تعتقدون أو أنتم تعتقدون أن الحكمة سبب أيضا الأزمة الأزمة أحد أسباب الأزمة وأحد أسباب التصعيد وكان من الممكن أن تسفك دماء بسبب تحريضاتهم وتصديقهم المتظاهرين الحكمة وغير الحكمة الناس الأطراف اللي حرضت على المتظاهرين ولهذا حرقتم المقرات يعني لا لم يحدث أي حرق لم يحدث أي حرق صارت ردت فعل من بعض الشباب على أنه شافوا بعض الإجراءات بعض التصريحات بعض الاستفزازات على الجماهير أنت من تستفزها تتحمل وجهة نظرها عموما فراح يا استاذ هاشم راح للسيد عمار راح للسيد العبادي انا كنت اتمنى تسالين على موضوع مبادره السيد العامري يعني هي اليوم هي الحدث اليوم السيد هادي العامري لحد الان سيد المفروض يندعم الحاجه العامري هذه المبادره جيده جدا وشاهدنا السيد العامري باقليم كردستان وان شاء الله نتامل انه يلتقي بالسيد مقتدى الصدر بعد المليونيه هذا الحديث صحيح لان انت من الاطار او قريب من وجهات نظر الإطار أنه سيد العامري راح يلتقي بسيد مقتدى الصدر يعني بعد المليونية لو أكو اليوم مفاوضات حقيقية تجريها الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر البعض يتحدث في هذا الموضوع الحوارات مستمرة والدعوات والزيارات مستمرة نعم فيها حدث جديد هو ذهاب سيد هادي العامري إلى كردستان ولقاء بالقادة الكرد كجزء من شركاء الوطن الذين لابد أن يكون لهم رأي وموقف في هذه المطالب ولكن أقول أرجع إلى شيء وهو مهم جدا هذا البرلمان الذي نحن فيه عشرة أشهر وأكثر يفتخر بشيئين هو فرد شيئين حققه وهو قانون الأمن الغذائي وقانون تجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وهما لعلهما من أفضل القوانين إنجازا وسرعة واتفاقا في كل البرلمانات السابقة كيف حصل هذا القانونين كيف مر لها القانونين ألم يتحقق بتعاون واتفاق وانسجام إن شاء الله وتكامل ما بين الإطار والتيار نعم في أكو خلاف سياسي هذا بشكل ثلث معطل لكن من وصلت مع مصلحة الوطن صار نقاش على القانون هذه الفقرة بتعجبني هذا كذا فأقول هذا الأساس الذي بالأساس يكون نقطة التعاون سيستطيع إن شاء الله ما دام كل هادي العامري أن يقنع السيد مقتدى الصدر يعني بصراحة لإنعقاد جلسة مجلس النواب لو السيد مقتدى الصدر راح يقنع السيد هادي العامري إلى حل مجلس النواب عن طريق القضاء كل المطالب مقبولة تناقش ضد القانون وسقف القانون وضمن التعاون وتحت سقف مصلحة العراق وكلمة حبيبي سيادة النائب تتوقعين انعقاد جلسة مجلس النواب قريبا في ظل هذه الأزمة؟ والله حاليا يعني الامور ما تبشر انه اكو انعقاد او سواء بالبرلمان او خارج البرلمان مثل ما نسمع انعقاد جلسه داخل البرلمان او خارج البرلمان راح يصير فرض ايرادات واحنا ما نريد نوصل لهالمرحله،
يعني احنا نريد تقعد الكتل بالضبط اتفاق يعني وحوار جلسة وتقارب آراء. احنا نتمنى تصير جلسة بس تصير بالضبط تصير جلسة بتقارب وجهات النظر. شكرا جزيلا. وبالختام عندي كلام، أزمة بعد أزمة ومشكلة بعد مشكلة ويوم أصعب من يوم، هاي حياة أبناء الشعب بكل وضوح. شعب وصل إلى نقطة الهلاك وشباب والله العظيم تقتل نفسها يومية وما حد مطمئن. اللي حاصل على شهادة يبحث عن مجال عمل يخلصوا من آفة العوز والجوع، وأبو العائلة دايخ بعيشته وشلون يوكل أطفاله، وهو مهدد يوميا أنه يقطعون عمله بسبب الأزمة السياسية. وحتى أبو المال والله العظيم ما مطمئن بعيشته لأن ما يحس بالأمان. وطبيعي كلش تجي عصابة تخطف أحد أطفاله وتاخذ منه فدية من الأموال. كل شيء تحس بهذا البلد يمشي بالعكس، والله العظيم يمشي بالعكس. شباب بلا مستقبل، بنات خلصت حياتهم بين عنوسة وبين طلاق أو حتى ضياع، ومشاكلنا كلش هواية. الله يساعد المواطن على حياته العصية. تصبحون على وطن آمن. في أمان الله.